بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح فطوركم وربي يتقبل صيامكم وقيامكم ويحفظكم من كل بلاء. إن شاء الله ربي يرحم الأموات وربي يصبر أهاليهم وربي يشفي المرضى، ونسأل الله أن يرفع هذا الوباء عن البشرية جمعاء. رمضان والدعاء. الدعاء يحقق دوام الصلة بين العبد وربه. الدعاء من أقوى الأسباب لدفع المكروه. الدعاء مخ العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الدعاء مخ العبادة، وفي رواية أخرى الدعاء هو العبادة. لذلك أمرنا ربنا عز وجل في سورة غافر في الآية رقم 60 قائلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد. ربي سبحانه إن يغد ذعوثيد أكند قفلغ. ربي سبحانه مدي وعذذي وفي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في سورة البقرة الآية 180 ربي ناد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد. يعلمنا القرآن الكريم أدعية كثيرة، كما تعلمنا السنة المطهرة أيضا أدعية كثيرة. ومن أمثلة ذلك ما قال ربنا عز وجل في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويعلمنا في أواخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إلى آخر الآيات. كما يعلمنا في سورة العمران في الآية 7: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويعلمنا في أواخرها: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ويعلمنا في آية أخرى في مثل قوله تعالى: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آيات كثيرة في الذكر الحكيم تعلمنا الدعاء. ونجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة عديدة حسب الظروف والأحوال التي يعيشها الإنسان. يستيقظ من نومه قائلا: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. وإذا خرج من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء السفر: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم خفف عنا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، إلى آخر الأدعية. وحينما يعود من سفره آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وإذا نزل الغيث: اللهم صيبا طيبا، اللهم صيبا نافعا.
وإذا هبت الرياح، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، الدعية لكل حال. ويعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الدعية كثيرة، علمنا إياها القرآن وعلمتنا السنة النبوية كيف نوثق صلتنا بالله عز وجل عن طريق ملازمة الدعاء، والله قد وعد أن يجيب لدعائنا. رب سبحانه عز وجل اسلم ذي القرآن أم خيرث ذعو أتصليات من سورة الفاتحة من سورة البقرة أن في صلى الله عليه وسلم يكل أحوال اكتذير ومذان اسلم ذاغ يصحف ذاغ الدعاء أردني ذي الوقت نسفا، وربي سبحانه يوعد والوعد ينس تسيدت الوعد ينس ذي الحق. وللدعاء آداب، من هذه الآداب الابتعاد عن المحرمات وأكل الطعام الحلال، باش ربي ذا يقبل امذان ما يدعو ماذا لقى زعما تمطوث ما مزيه ما مقر الى قبل ما يبعث في الحرام الى قد يتشكل الحلال. الادب الثاني ذكر الله عز وجل كقول الداعي بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بنادم اذي ذكر ربي واذي بذوسي اسم ربي عزيزا واذي صلي في النبي صلى الله عليه وسلم. من الآداب أيضا الدعاء مع اليقين بالإجابة، يعني ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لأن الله هو الذي وعد ووعده حق. أم ذا المريض ربي سبحانه إلى قد يسع اليقين ذو قوليس بل ربي أفيد يقفل أخطر وعدد والوعد ربي سبحانه ذي الحق. من الآداب استقبال القبلة، أو هربي بنادم ما يدعو ما يفهمش أذي استقبل القبلة، يعني أذي يرغ القبلة وأذي يدعو ربي سبحانه. وكذلك من الآداب الإلحاح في الدعاء، التكرار، تكرار الدعاء واليقين بأن الله سيجيب لأنه وعد، واليقين بأن الله يستجيب متى شاء لأن الله قد وعد. مذان أمذان ما يدعو ربي سبحانه إلى قد يحصل قوليس بلي ربي يفيد يقفل وذا يلح في الدعاء إلى يكثر ما تشد يدعو كرب وسلم بعد ذي حباس أسيني دعير دعير ودي قبل لا رخاطي. ربي سبحانه يحب الإلحاح في الدعاء، يحمل وين يفيدعون طاس. ومن آداب الدعاء ترصد الأوقات الشريفة، مثل يوم عرفة، مثل وقت الصيام في شهر رمضان المعظم وفي غيره عند الإفطار، وكذلك ترصد الأحوال الشريفة منها حال السجود. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. بعد النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالإكثار من الدعاء. متى يكون الإنسان قريبا إلى ربه وهو في حال السجود؟ فلنكثر من الدعاء حال سجودنا لرب العزة جل جلاله. مرميلي بندمي قرباطة سكنة دي خبر النبي عليه الصلاة والسلام ربي سبحانه مرميلي ذي السجود، وكذلك بين الأذان والإقامة، يعني الأذان كذي الإقامة ذا وقت مستجاب عند السفر وعند المرض، يعني هناك أوقات فاضلة وأحوال شريفة يجدر بالإنسان أن يترصدها وأن يلتمسها وأن يجتهد من أجل تحصيلها. وربنا يستجيب كما وعد، إذ قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام،
اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم غير حال أمتنا إلى أحسن حال، اللهم ارفع عن البشرية جمعاء جميع الأوبئة والأمراض والمصائب والمجاعات، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان، فأعنا على طاعتك، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.